Coucou mes amours, chalakam, j'espère que la comme là, j'espère que la vidéo est là comme kamel maniat. On m'a dit de comme avec une nouvelle vidéo qui m'a là des recettes, astuces et tout. Moi qui m'a coûté fort avec la cocotte mais des tinafikam, handel un plat bzaf bnié le benat ou hada ou chier fad le période de la belle douche. Donc ou chnou hada ou ebara une ratatouille ou la duesse ta khdra. Alors ou chana ya hattet hada lift. هنديرو باللفت شويه بطاطا هذه تجي البانه شويه زروديه البصل والدجاج تقدر ديرو تن بلا والو ملح كركم سكنجبير وشويه تاع الكحل. انا ناخذ الكوكوت ميني تاعو اللي درت فيها مقبل شويه تاع الزيت ونبدا والبصل والدجاج ونقلي فيهم ملي يبداو يدبالوا لي يدبالي البصل نبدا نحط الخضره تاعي اللي هي الزروديه الجلبانه واللفت ونحط لي زيبيس تاعي اللي هما الكركم الملح سكنجبير في الكحل ونخلط مليح. اذا ما درتوش جلبان تقدروا تعوضوها بالحميصه يعني كيما تحبوا. فاري تجي هاد الجواز بزاف من البنات لا نقاها تتقلى شويه نخليهم يتقلاو شويه بعد نرمي عليهم الماء سخون. فوالا هذا ما كان بهاد الخضره باسكو هاد الخضره هي اللي تاخذ شويه في طياب على البطاطا. فوالا نغلق على كوكوت ميني تاعي مليح موسوسة نغلق ونعاود ونخليها فوالا طيب وحدها. بعد تكلا طيب ندير لها البطاطا ونتقدو هنا تعقدوها بشوية بجون دوف ولا مام هكذايا نورمال يجي مليح. وهنايا كنت شريت مقبل لي زيبيس وحوايج كانوا خاصيني وقلت نشاركهم معكم. الو كيما كنت تشوفوا هنا حبيت نعطيكم كلكو زاسوس البنات على لي زيبيس. شوفوا هنايا كانت خاصني قرفه عاود شيتها وشيت تاني جوست الطيب ولا شيت غير 3 حبات قسم نستعمل. هنا كنت شيت القرفه مي نسيت هيك عندي شويه دونك يفالي با نشري مي نورمال مام هكذايا كي تشرو سوا كان تشيتو بزياده ولا عمرتو البلارة تاعكم وشات لكم تقدروا ديروها من بعد في بواط داخل في جدا ولا ان باني ولا سليله صغيره كيما تحبوا. انا شي تاني زيت هكدا باسكو نسقى بزاف انا في المخبوزات تاعي واني بروشين ان شاء الله نشارككم الخالي تاعي اللي ندير في المخبوزات اللي يجي بزاف مليح. هذا القرنفل البنات قرنفل مليح تيزانيتو هذا واش راني نستعمل مع هذا البرد. وانا شيت الفلفل الابيض انا صراحه انا مش نشري حب هذا شيتو جبد ربي 20 ميل هذا لي كومام ان بون كونتيتي ماشي كونتيتي كبيره مي بون مليحه تكفيني. وهذا سكنجبير فوالا كان قلي غير شويه برك. وهنايا هذا حمض الليمون نورمالمون نستعمله في الخلطات فوالا تاني تمنح هذا قص 5000 كمان يعطيكم من تري بون كونتيتي يعني غير 5000 كونتيتي مليحه لاباس بيها. وهذا البنات هذا الجلجلان شوفوا الجلجلان انا ما كانش على بالي مي مؤخرا كي شريته لقيت بلي هذا اللي كتلقاو الزوج انا حسبت لي هذا محمص هو ماشي محمص ما والو هذا يلي بالقشره تاعو وتلقى واحد اخر اللي ما فيه شوه نورمال في الجاي في الكلار هكذاك في البلون والبيج. هذاك البنات انا واش قال لي الفوندور قال لي بلي هذاك ما ينحوا له كاع القشره هذه الخارجيه تاعو دونك تجي تكونوا تشرو يشرد بخفيرونس يكون هكذا كما قلت لكم بالقشره يجي مليح مام القيمه الغذائيه تاعو تكون مرتفعه كونتريمون لاخر اللي يجي هكذاك نورمال مقشر ومن بعد تيك نتوما تنوضوا تحمسوا هيتو بلا فايده يعني القيمه الغذائيه تاعو قاع تنقص. نجيب لكم بلاره تاعي فوالا هاو الفلفل الكحل كنت رحيتو القرف هذا والشاطو اللي عمرتهم في البلاره تاعي الصغيوين استعمال يومي. وهذا ما كان دونك غالبا حنا حبيت ندوزو المشتريات نخليكم عشاب يوليكم دونك والله مش خليت قضي انا الشهر تاعي شيت حوايج كانوا خاصني في الدار كاين اللي ما شيتهمش من بلاصه وحده ما نكذبش عليكم البنات شيتهم من كيما نقولو حنايا بلايص بزاف باش شفت علاه شفت على بوبخي واش يساعدني لو بخي وين موان شاير وكان بألفاك نشري من تما فوالا باش تكونوا على فكره باش تكون فكره. دونك واش قضيت لهنايا خد حوايج كانوا خاصيني فوالا كيما هاد هما شوفو شي 3 كيلو نتاع هاد تاع طعام الموان نحب الموان ما نحبش الرقيق بزاف يا نحبو موان ولا خشين. دونك فوالا هاد عيا زينه هاي البنات هادي تباع انا شيتو 8500 واحد الوقت شيتو ب 8000 دوك راهو يدير 8500 هاد لاباك اذا لقيتوها غير شيوها وعينيكم غامضين. فوالا شيت هنايا 2 باكيات
هنايا كاين واحد الحيله حنديروا تدبيره، كاين شحال من حاجه منايا اللي حنحيهم لرمضان ان شاء الله. عبيد تقولوا لي ما رمضان مازال ولا لا، البنات رمضان ما قالوش، دونك لازم من دوكا نبداو نخمو له باش واش يقعد لنا. هي تخف هذه فيونداشي، هذا الدجاج واش كتب ربي، يعني واش قدرنا واش كتب ربي، او ميم طون ندير حوايج اللي حابين نديروهم في رمضان. دونك فوالا، انا واش شي ثاني هذا شي طوفيا لي شفتها ويهضروا عليها، قلت نسيها مازال ما نسيتهاش، البنات هذه اول مره نشريها. شفت هذه فاميل فوالا، وهادوما شتين بطاطا السمن مدينه، هذه هما فيها رطل، ما خفت نكذب على الرطل. هذه شتا هذه 14 نعرف مدي حسب واش قال لي ليبي، قال لي زادوا لها دونك واقيلا قيله كانت دير 12 ميل، ولا انا مشيتش بزاف السمن دونك علاش غير دادتها في حلوه ولا طيابات ولا باينين في مناسبات. دونك فوالا هذه شي ان شاء الله مش نخبيها على رمضان. شي دانا هذا يا سيكرو كلاص تيقه، شوفوا البنات شحال هاي، شوفوا شحال رقيق، هذا اللي عجبني يعني غبره مليح ملحي مليح. دونك انا شفتو 6000 فوالا، دونك كيما راكم تشوفوا هذا نحطها بجي. شيت هنايا اللوبيا، هنايا تعرفوا هذا البرد، هذه لوبيا كي يجي برد دي لوبيا، هذا سبوا كاسي انا نحبهم. دونك شيت هنا قيس 15، ما لقيتها تباع ما بين 23000 و 24000، شيتها وين يبيعوها 23000 صح، ضيعت 23000 على قيس 15000. زدت شيت ثاني هذوما تلي تلي، شوفوا الحبه كيفاش راهي، يعني طويله جايه بالطول فوالا. هذا احنا من عشاق التلي تلي، سختو لو ماري تاعي يحبو كيما كان فوالا. هكذا شيتو، هذا 3005 وهذا 3005. هنا عند واحد يبيعهم يبيع 3 ب 10000. هاد لا مارك شوفوا تلقاو زينه كيما لا مارك نتاع الطعام، وتلقاو ثاني هذايا بيلا باستا ثاني تبيعوها. كاين ثاني دوطخ مارك باذن الله دوك كنا نشري ونقول لكم لي مارك اللي يبيعهم 3 ب 10000. اذا لقيتهم البنات هايلين خير من تاع 5000 فوالا، خاص ما تجيبي باكي زياده. شي ثاني هدايا الماما دقيق ماما الكبير دونك لا غروس مولين، علاش باش ندير به حبيت شي مقروط تاع السقوط كش ندير به، علاش غير كيلو برك هذا ما كان. هنا هذا كنت شريته سيليا، حبيت نسيه كنت انا بغيت نشري له يا خطا، شريت واحد لا مارك ما شفت لهاش، نسيت لا مارك تاعها البنات، شتو زيرو 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 ماشي مليحه. انا هذه نديرها لوليدي كيما كنت عندي الحليب تاع الباطا كونديا ولا بو امبورت لا مارك، ندير له هدايا دونك فوالا نديرها له. ولقيت هذه شوفوا لو سييت هاد الدب الخف في اسمه في الحليب في الماء، وهذيك لا مارك كنت شيتها من قبل ما حتى معنا، ديريها تقعد هكذا تقعد مع الجنال تحت. وهذه سيليا شيتها سييتها شوفوا دابا بخفي محلوله، خيتها لكم بلان هكذا باش نوريها لكم. دونك ما كانش عندي الحليب وسييتها له، هايله الدب بزاف مليح. دونك اذا لقيتوها انا شيت هذا يرطل ب 38000 38000، رخيصه على اللويا بواحد 4000 ولا 3000 دونك فوالا. ابري سا ديبون كل واحد كيفاش يبيع، تلقاوها موان شار. سيليا هايله ثاني دونك لقيتوها ما ماشي خساره دراهم، ماشي خساره فيها. هذا شيت كانا السكر كش ما ندير، شوفوا حنا جينيرالمون لايك فوني مي ما نحبش نطيح اون بار، وما توقيتو موان شار. هذايا سكون جبت 4 باكيات ولا 4 كيلو 7500، لقيت تاع الميزان عنده يدير 7000 وهذا 7500، مي خممت قلت هذا خير، هذا أما نعرف شحال شحال كونسومي، إذا نحب نخبي باكي ولا رمضان إن شاء الله نخبي. دوك جبت 4، جبت هذا سيدنا خل اللي ما يخطينيش، أنا نجيب الفونسي وهذا الفونسي نديرو الماشينة لافي ولا خلطات، وهذا نديرو الماكلة. يعني كما كنت تشوفوا فينيغ بلون من دار كول بلون، هذا علاش نحبو باسكو ما فيش لي كولون، وانا جيني وجيني كولون دونك على خدمه نقدر، مي كي نتا هامبا ما كنتش بيكو بلات ما نلقاش نشري الاخر ونستعملو، مي جينيرالمون كي نلقى هذا ترونسبارون نديرو باسكو هذا في الماكله سون كولون. هاي والله ما شفتش شحال شريتو، هذا تفاصون برودوي جديد ما لقيتوش من قبل، غير هذه الخطام يدير ابوبخي 8000 ولا 9000، مي كي نتاكد راني نقولكم فوالا. الشيء الثاني تلمساسك لي فيديو خدني فيهم كل ما يرمي لي باكا، لقيتهم 6000 دونك جي بروفيتي، جبت المافان شي ب 10000 ب 7000،
هاد الخضره شطهم 6000 قلت لها لا غير ما حشري على روحك او غادي تلقايهم كما نقول هذه الدنيا. اش يتقال هدايا امير هذا ما شفتش شحال خلصتو على سمحوا لي مثل العضيف على ننسى وديف نتفكر لي بري على امير دري يجيني ثقيل الاخر ما يجونيش ثقال دونك هدايا عشاك بنغسل بهم لي سانيتا لا سال دو با فوالا كلش. وشريت هذا لايف اللي هي البنات شوف انا هذا مسي كنت ما عرف نشريها من قبل مي ما على باليش كل ما نسي كل ما نسي المارك مي هذا يا سيات اختي الكبيره دايا نوجه لها تحيه من هذا الفيديو راك شوفوا بلا بيكربونات شوفوا هذا قالت لي بيكربونات و ميل فلا قالت لي هذا مليح قالت لي هي ما عندها تاني تداري صغار قالت لي هذا سيتو في الحوايج نتا وليدي قالت لي خرجهم لي طوب قالت لي هايل ومن بعد هي لقات تاع شاي ثلاث انا ما لقيت صراحه لقيت هدايا 3 لتر تاع لايف يدير 33000 واش شفت واش درت لقيتو يبيع 30 يتباع 35000 دونك هذا فاش عجبني 33000 يعني 2000 فرانك ماشي هذا التعفير فريمون جيده لقيت تاع 10 لتر وهدايا بلا بيكربونات نشري فوالا هذا مشترياتي البنات وكاين حتى واحد خطيت شيتهم من قبل فوالا مي هادو ما جلوبالمون اللي شيتهم تاع الشهر اللي كانوا خاصيني شوفوا لي سيبورتي يموتي يموتي لي يطلع فوق الكراسة فوق الطابلة انفا هادي هي لي في كيما شفتو المشتريات تاعي هنايا عندو لا ريسيت انا شوفوا كيفاش مع الاخر تجي للطبيب ديروا لها اسمه شويه تاع الماء الناس من الفوق تجي الطبق ولا اروى تقولي ديروا لها ثاني شويه تاع القاص ثاني تجي بزاف مليحه. هنا البنات فرحنا لا فان تاع لا فيديو تاعي جيسبر كو عجبتكم لا ريسيت جيسبر كو التدبيره نتاع اسمه تاع لي زيبيس عجبتكم ثاني تفالا البنات انا كنت حنقول لكم واحد الحاجه مقبله على لي زيبيس شتو في الفلاكري ماشي في لاكري في الكحل في الابيض دو بريفيرونس والكمون تاعكم شوهم حب ومن بعد نتوما واش ديرولهم ارحوهم اللي ما عندهاش معليش مي ان شاء الله ربي يفتح عليكم وتشرو رحايا هذيك تاع لي زيبيس اللي بنات بزاف بزاف هايله. هذه هي فقط كملاحظه حبيت نقول لكم باللي ما تنساوش تفرحوني بان بتي كومونتير جيم على شي حاجه عجبتكم الفيديو تبارطاجيوها باش تكبر بالقناه تاعنا ما تنساوش تابوني ولا شين اذا مازال ما كنتم مازال ما اشتركتوش فوالا نخليكم مع هاد لي فوتو اللي فوالا هادو قبل ما يبرد الحال ونقدر نقول لكم بقاو على خير تهلاو بزاف في روحتكم وعلى بروشين فيديو ان شاء الله باي باي.